التعليق على موضوع الانتخابات، انضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة الكاتب الصحفي أستاذ إياد الدليمي. أهلا بكم أستاذ إياد إلى هذه الجولة الإخبارية. يعني عزوف عن العملية الانتخابية من قبل الناس، 30% فقط هم من أدلوا بأصواتهم اليوم في الانتخابات، بماذا يقرأ وماذا يفسر هذا العزوف عن الانتخابات؟ تحياتي لك ولجمهور قناة الرافدين الكرام. أعتقد أن هذا يمكن أن نقرأه بأنه صفعة يوجه الشعب العراقي لهذه الطغمة الفاسدة التي تحكمت بمصير العراق منذ العام 2003 حتى الآن. أعتقد أن حتى هذه النسبة التي أعلنت من قبل مفوضية الانتخابات ربما تكون مرتفعة قياسا بما هو الحال. نسبة المقاطعة كبيرة جدا، العراقيون في كافة محافظات العراق، نعم، القلة القليلة منهم تلك التي ذهبت إلى هذه الانتخابات للتصويت. هناك حالة من اليأس والإحباط والقنوط من أن هذه الطغمة الحاكمة اليوم قادرة على أن تفعل شيء، أو أن صندوق الاقتراع والانتخابات أو ما يسمى بالديمقراطية التي جاءت على دبابة أمريكية قادرة على أن تفعل شيء أو أن تغير شيء من هذا الواقع المتردي الذي يعيشه المواطن العراقي. بالتالي فإن هذه النسبة المتدنية من المشاركة هي أكبر دليل على أن العملية السياسية التي جاء بها الاحتلال منذ العام 2003 وحتى الآن أثبتت فشلها، وأثبتت أنها غير قادرة على إقناع المواطن العراقي على أنها مسار صحيح لقيادة وحكم البلاد. بالتالي أننا اليوم نتساءل، هل هذه الحكومة التي ستأتي بعد انتخابات 2018 هي حكومة شرعية؟ هل هذه الانتخابات التي جرت وهذه النسبة المتدنية يمكن أن نبني عليها إقامة؟ نعم، هنا السؤال، هل كما تفضلت، هل من الممكن أن يبنى برلمان يتحكم أو حكومة جديدة في العراق مستقبلا على 30% أو على عزوف كبير من الناس عن الانتخابات التي تبنى عليها شرعية هذا الوجود ضمن مؤسسات الدولة؟ يعني لنكون منطقيين، مسألة الشرعية وعدم الشرعية لا تمنحها نسبة الأصوات من نسبة المشاركة من عدمها. من يمنح هذه الشرعية بالدرجة الأولى هو المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي إذا ما أراد لهذه الطغمة الموجودة في بغداد أن تستمر فيعترف بنتائج الانتخابات وتمضي القافلة، قافلة الفاسدين والمفسدين الذين يتحكمون اليوم بالعراق. ولكن التساؤل الآن، هل هؤلاء اليوم عندما يجلسون تحت قبة البرلمان يقولون نحن برلمان الشعب العراقي، هؤلاء لن يكونوا بالمطلق بعد هذه النسبة المتدنية برلمانا لكل العراقيين. هؤلاء كانوا برلمانا للمستفيدين من البرلمان ومن وجودهم في هذا البرلمان ومن هذه العملية السياسية. بالتالي ستبقى شرعية هذه الحكومة تحديدا التي جاءت بعد انتخابات 2018 أي حكومة كانت، من سيترأس هذه الحكومة؟ حكومة ناقصة الشرعية، حكومة طعن بشرعيتها الشعب العراقي، والشعب العراقي هو أولى من أن يعني هو الذي يجب أن يرفع هذه الحكومة أو يعني يطيح بها. نعم أستاذ إياد، يعني مع تبادل فرقاء العملية السياسية الاتهام بالتزوير، كيف ترى سير العملية الانتخابية اليوم؟ بالمجمل العملية الانتخابية كانت يعني عملية جرت في أجواء أكيد أفضل من أجواء 2014 وربما حتى أفضل من أجواء 2010. بشكل عام كان إلى حد ما هناك أمن مستتب في كثير من المناطق بنسبة 90%. عملية المراكز الانتخابية كانت مفتوحة منذ الصباح الباكر. المشكلة هي في المقاطعة، هذه المقاطعة رسالة كبيرة جدا، هذه المقاطعة يجب أن تقرأ بشكل جيد، ليس من قبل هذه من سيصل إلى البرلمان أو من سيشكل حكومة، وإنما من قبل المجتمع الدولي. إذا كان المجتمع الدولي حريص على استقرار العراق فعلا، فإن عليه أن يعيد النظر بهذه العملية السياسية التي جاءت بهؤلاء. العملية الانتخابية التي جرت اليوم كان هناك حث كبير ومتواصل لدفع الناس للمشاركة بكافة الفئات والمناطق والمكونات، ولكن ما جرى العكس تماما. بالتالي فأعتقد أن هذا الإحباط واليأس الذي أصاب المواطن العراقي هو عبارة عن نتاج السنوات التي مضت. هناك خبراء شككوا بنتائج الانتخابات، طبعا خبراء قانونيون شككوا بنتائج الانتخابات بعد الإعلان عن أن النتائج سوف يتم تأخير عرضها لمدة يومين. برأيك هل لا زال المواطن معني بهذه المهاترات، وإلى أي مدى
تكشف هذه المهاترات عن فساد العملية السياسية؟ كما قلت، المواطن العراقي أوصل رسالته الواضحة والصريحة، لم يعد معنيا بهذه العملية السياسية. المواطن العراقي قالها منذ عدة سنوات، إنه نادم على المشاركة بهذه العملية السياسية من خلال الانتخاب. بالتالي فهو لا أعتقد أن المواطن العراقي اليوم معني بهذه المهاترات التي ستدور بين الكتل، ومن سيشكل الحكومة، ومن يعني توزيع المناصب والمناصب السيادية ورئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان وما إلى ذلك. المواطن العراقي قال كلمته صريحة، أنه ضد العملية السياسية بكل ألوانها ومكوناتها وأطيافها وأحزابها، وما نتجت عنه هذه العملية السياسية والمحاصصة التي قادت العراق اليوم إلى قاع القاع. لا أعتقد أن المواطن العراقي معني بهذه المهاترات. شكرا جزيلا لك الأستاذ إياد الدليم الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة، شكرا جزيلا.